My name is Syed, Abbas, and today I am going to recite two rations which contains 15 ayats, and it is revealed on Prophet Muhammad in Mecca. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wash-shamsi wa-zuhaha Wal-qamari iza talaha Wal-nahari iza jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها والنفس وما سواها فلحمها فجورها وتقواها خد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انباها سأشقاها فقالوا لهم رسول الله نخاط الله وسخياها فكذبوه فآخروها ودمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.